هذا وقد انطلقت اليوم رسميا أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس تحت عنوان التاريخ يقف عند نقطة تحول السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال. تستمر الفعاليات حتى الخميس القادم، وذلك حضوريا بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم بعد تخفيف الحكومات الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء فيروس كورونا. في وقت يقف التاريخ فيه عند منعطف حاسم، تعود النخب السياسية والاقتصادية العالمية إلى دافوس بعد عامين من تعليق المنتدى الاقتصادي العالمي حضورياً بسبب وباء كورونا. آخر اجتماع حضره قادة المنتدى حضورياً كان في يناير من عام 2020، وفي تلك الأثناء كان مرض غامض قد بدأ يظهر في الصين مثيراً المخاوف، غير أن اهتمام العالم كان منصباً أكثر في المنتدى على مواجهة كلامية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والناشطة من أجل المناخ غريتا تومبيرغ. حال العالم تغير منذ ذلك الحين، فتفشى وباء كورونا على نطاق واسع محدثاً صدمة للاقتصاد العالمي، ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض كما تعطلت سلاسل الإمداد العالمية، ومعها تزايد التضخم وبدأت عملية عسكرية روسية في أوكرانيا. وإن كانت الأزمة في أوكرانيا ستخيم على الاجتماعات، فإن برنامج المنتدى يتضمن كذلك مناقشات حول مواضيع شتى تتراوح بين التغير المناخي والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مروراً بالمخاوف من أزمة غذائية عالمية وحتى عالم ميتافيرس. فعاليات العام الحالي تشهد حضور نحو 2500 مشارك، بينهم العديد من رؤساء الشركات وأكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، فيما تغيب عنه شخصيات من الصف الأول مثل الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي مع استبعاد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.